مطمن جدا وضميري مستريح مهما تيجي الأهوال بركان ولا زلزال مهما تيجي الأهوال بركان ولا زلزال لو يا نبيع الغمر انفجرت فأنا مرتاح البال الرب غفر لي كل ذنوبي ساعة ما لجأت إليه وكشف لي عن كل عيوبي وسجدت عند قدميه سلمني شكي الغفران بلطافة بكل حنان سلمني شكي الغفران بلطافة بكل حنان ونظر لي بعينيه الحلوة وقال لي امضي بسلام أنا عايش في فلك إلهي تحت الدم الثمين في أمان وسعادة وحرية مع الإخوة المفديين عايشين دايما في حماه من يقدر يخطفنا عايشين دايما في حماه من يقدر يخطفنا افرحوا يا إخوة وتهنوا واعطوا مجدا لله لو قوات الشر اجتمعت مع إبليس أكبر شرير مش ممكن تقدر علينا لأن مسحنا قادر نزل فئة من النار مع الفتية الأحرار نزل فئة من النار مع الفتية الأحرار خلصهم وتحدى نبوخذ نصر وجماعة الأشرار هنعيش طول العمر نصلي ونمجد اسمه العظيم ونسبح دايما ونرنم ليسوع فادينا الكريم ونبشر كل الناس بالإيمان والخلاص ونبشر كل الناس بالإيمان والخلاص والباب مفتوح للي يدخل بشرى لجميع الأجناس والباب مفتوح للي يدخل بشرى لجميع الأجناس والباب مفتوح للي يدخل بشرى لجميع الأجناس